يقول أحسن الله إليكم: هل يؤجر من يبتدع في صلاته جاهلا كان أو عالما؟ وما نعم. حكم صلاته؟ ها؟ هل يؤجر من يبتدع في صلاته جاهلا كان أو عالما؟ يبتدع؟ نعم. ما أدري، أو أنك تظن أنها بدعة وما هي بدعة، ما ندري إيش يعمل الرجل، فتبين لنا ما هو عمله. نعم.